قصص نور وقصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطار نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد قصص نور وقصص حكمة وصبر حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطر نبتدي بآدم خليفة خليفة ربنا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. في الحلقة الماضية تكلمنا عن بداية خلق آدم عليه السلام، وكيف أن الله عز وجل خلقه بيده وأسجد له الملائكة ثم أدخله الجنة، فلما دخل الجنة استوحش فيها، فخلق الله عز وجل له زوجة يأنس بها ويسكن إليها، وخلقها الله عز وجل من ضلعه. عاش آدم عليه السلام مع حواء في جنة يأكلان من ثمارها، يتظللان بظلالها، يشربان من أنهارها، ونهاهما الرب عز وجل عن الأكل من شجرة واحدة في الجنة كلها. فبدأت المعركة الأولى بين إبليس وآدم عليه السلام وحواء. إنها معركة بين البشر وإبليس، إنها الجولة الأولى في هذه المعركة. كيف يجعل إبليس آدم عليه السلام يعصي ربه عز وجل؟ ما قال له أبدا كل من هذه الشجرة التي نهاك الله عز وجل عنها، أبدا ما قال له اعصي ربك عز وجل، لا، ولكنه جاءه بأسلوب آخر. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال، شوف الأسلوب، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. ألا تحب يا آدم أن تصير ملكا؟ حواء، ألا تحبين أن تكوني من الملائكة؟ الكل يحب هذا، إذا أكلتما من هذه الشجرة صرتما من الملائكة الذين يعبدون الله، الذين يقربهم الله. الأمر بسيط، كلا من هذه الشجرة وتنتقلان مباشرة إلى جنس الملائكة. إلا أن تكونا ملكين. أو يا آدم يا حواء، ألا تحبان أن تعيش في هذه الجنة مخلدين، لا موت لا نهاية، فقط كلا من هذه الشجرة. أو تكونا من الخالدين. وكلما أتى إبليس بصورة من الصور وبشكل من الأشكال إلى آدم عليه السلام لم يستجب آدم، لأن آدم عليه السلام يعبد ربه عز وجل ويطيع الله جل وعلا. ومرت السنون ومرت الأيام، وآدم عليه السلام وحواء لا يقتربان من هذه الشجرة. فاستغل إبليس تعظيم آدم لربه عز وجل ودخل من هذا المدخل. أخذ يقسم بالله عز وجل: أقسم لكما أنني صادق بحديثي، والله الذي لا إله غيره، إذا أكلتما من هذه الشجرة صرتما خالدين في هذه الجنة. تزيين، غرور. وقاسمهما، بدأ بالقسم، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. في هذه الفترة
صدق آدم إبليس ونسي الذي بينه وبين ربه عز وجل. بدأ التصديق لما؟ لأن إبليس أقسم بالله، ما كان يتصور آدم عليه السلام أن مخلوقا يقسم بالله كاذبا، فصدق إبليس وبدأ يمشيان خلفه. فدلاهما بغرور، فوصل إلى الشجرة وإبليس يزين وإبليس يشجع وإبليس يدفع، فإذا بحواء تأخذ ثمرة من هذه الشجرة فتأكل، وإذا بآدم يأكل من هذه الشجرة. أول ما ذاق من هذه الشجرة، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. ما كان آدم عليه السلام يرى سوءة حواء، ولا حواء ترى سوءة آدم، فلما أكل من الشجرة انكشفت السوءتان. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. آدم عليه السلام لأن الحياء فطر الإنسان به، لما رأى عورة حواء هرب منها، وحواء لما رأت عورة آدم هربت منه، لأن البشر قد فطروا على الحياء. هرب آدم من حواء، وهربت حواء من آدم عليهما السلام، كل واحد يهرب من الآخر، يبحثان عن ورق في الجنة من الأشجار فيقطعان الورق، كل منهما يغطي سوءته. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وآدم عليه السلام يهرب، وآدم يهرب، والأشجار تتعلق به، والأغصان تتعلق به، وآدم يريد الخلاص منها، ويهرب ويهرب ويهرب. فيناديه الرب عز وجل: يا آدم، أفرارا مني يا آدم؟ أتفر مني يا آدم؟ فيقول آدم لربه: لا يا رب، لا يا رب، لكنني استحييت منك. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. بكى آدم، بكت حواء، بكى الاثنان. يقول آدم في نفسه: سبحان الله، كيف نسيت، كيف وقعت بالذنب. يبكيان وهما يدعوان الله عز وجل: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. مع أنه أبو البشر، مع أنه أول نبي، مع أنه الذي خلقه الله بيده، لكنه استغفر، لكنه أناب، لكنه تاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اشتد البكاء، طال البكاء من آدم عليه السلام، إنه الندم، كيف نسيت، كيف أغراني الشيطان، كيف لم أتذكر أنه عدو لي، كيف أكلت من هذه الشجرة. وآدم عليه السلام يبكي، والرب عز وجل يقول له: يا آدم، ألم أنهك عن هذه الشجرة؟ يا حواء، ألم أحذركما من إبليس؟ جاء جبريل بنفسه إلى آدم وهو يبكي فرفع عنه التاج، جاء ميكائيل فرفع الإكليل عن جبين آدم عليه السلام، فظن آدم أن العقوبة ستقع عليه الآن، لكن رحمة الله قريب من المحسنين. أنزل الله عز وجل آدم عليه السلام إلى الأرض، معه حواء، معهما إبليس، الثلاثة، آدم، حواء، إبليس، أنزل الثلاثة إلى الأرض لتبدأ المعركة.
بين من؟ بين آدم وحواء وبين إبليس. أول معركة ستبدأ الآن على وجه الأرض، ساحة المعركة. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى. سوف أنزل عليكم الهدى. تبدأ العداوة بين الثلاث، بعضكم لبعض عدو. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وإن كنتم في الأرض التي ميزت بأنها دار البلاء ودار الشقاء، لكن من اتبع هداي فلن يضل ولن يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقولون أن آدم أنزل في الهند وحواء في مكة، والتقيا وبدأ التكاثر على وجه هذه الأرض، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وإبليس يترصد بهما وبذريتهما. التحدي الذي تحدى به ربه بدأ ينفذه الآن على وجه الأرض، وبدأت العداوة. وآدم لا زال يبكي، آدم لا زال يتذكر خطيئته، آدم لا زال يتذكر معصيته. فإذا بجبريل ينزل إليه فيقول: يا آدم إلى متى تبكي؟ لما كل هذا البكاء؟ فيقول: دعني أبكي يا جبريل، دعني أبكي يا جبريل، فقد أذنبت ذنبا، عصيت الله عز وجل. فأخذ آدم يكلم ربه فيقول: ربي ألم تخلقني بيدك؟ فيقول الله عز وجل لآدم: بلى يا آدم. يقول آدم: يا رب ألم تسجد لي الملائكة؟ فيقول الله عز وجل: بلى يا آدم. فيقول آدم لربه: يا رب ألم أعطس فقلت يرحمك ربك؟ قال الله عز وجل: بلى يا آدم. فيطلب طلبه، قال: ربي إن أنا تبت إليك وأنبت فهل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال الله عز وجل: نعم يا آدم، نعم يا آدم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وكأن الرب عز وجل يريد أن يعلم بني آدم أن الذنب لا بد يقع، فكل بني آدم خطاء. إذا كان أبونا أبو البشر وقع بالذنب، نسي ووقع بالذنب، لكن خير الخطائين من؟ التوابون. افعلوا كما فعل آدم، بكى، ندم، استرجع، اعترف بذنبه، اعترف بظلمه. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الله عز وجل يقول: مع أنه عصى ونسي ولم ينفذ أمر الله عز وجل، بشر، هكذا الإنسان ضعيف ووقع بهذه الزلة، لكن من تاب؟ تاب الله عز وجل عليه. عاش آدم على هذه الأرض وهو يريد أن يرجع إلى الجنة مرة أخرى، فمن ذاقها وذاق حلاوتها اشتهى أن يرجع إليها. عاش الثلاثة، ثم بعد هذا ذرية آدم وذرية إبليس، وتكاثر الجميع والعداوة بدأت. بعضكم لبعض عدو، لكن أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وكان لآدم عليه السلام ابنان، قابيل وهابيل، وكانت سنة آدم في ذريته وتكاثر ذريته أن تلد زوجته في كل بطن ذكرا وأنثى، فيتزوج الذكر في البطن الأنثى في البطن الآخر، وتتزوج الأنثى في البطن ذكرا
في بطن آخر، حتى جاء يوم من الأيام فاختلف أحد أبناء آدم في فتاة مع أخيه. من؟ إنه قابيل، أراد أن يتزوج فتاة ليست من حقه، إنها من حق من؟ من حق أخيه هابيل. فجاء إليه وقال: أريد أن أتزوج هذه الفتاة. قال له هابيل: إنها ليست لك يا قابيل، إنها لي، هي حق أعطاني الله عز وجل إياه. فاختلف الأخوان إلى آدم عليه السلام واختصما إليه، فقال لهما آدم عليه السلام، قال لقابيل وهابيل، قال: ليقرب كل منكما قربانا إلى الله عز وجل، ومن تقبل الله قربانه يتزوج هذه الفتاة. فإذا بهما يقربان قربانا إلى الله جل وعلا، يقربان قربانا إلى الله. ما الذي قرباه؟ كان قابيل عنده زروع يزرع، وكانت عنده سنابل، فقرب أردأ سنبلة لربه جل وعلا. أما هابيل فكان عنده شياه غنم، فجاء بأسمن شياهه وقربها إلى الله جل وعلا. وطريقة القربان كان يضعون القربان على رأس جبل، فمن تقبل الله قربانه تنزل نار من السماء فتحرقه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. تقبل الله ممن؟ من صاحب الشاه. من؟ إنه هابيل. فلما رأى قابيل هذا الأمر ازداد ضيقه وحنقه وحسده على أخيه. حسده لمن؟ لأخيه أن سيتزوج هذه الفتاة. حسده لمن؟ لأخيه أن الله عز وجل قبل قربانه ولم يتقبل الله عز وجل قربانه هو. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فإذا به وصل الحسد به إلى التهديد. بأي شيء؟ هدده بالقتل: يا هابيل سأقتلك. الله أكبر، لم تحدث هذه الجريمة في الأرض أبدا، لم يجرؤ أي إنسان من ذرية آدم التي انتشرت أن يفكر مجرد تفكير بالقتل إلا قابيل. وصل به الأمر حسدا وحقدا أن يفكر بقتل أخيه، قال: لأقتلنك. فرد هابيل على أخيه، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. افعل ما تفعل فإنما تقبل الله قرباني، لأنني بإذن الله عز وجل من أهل التقوى، ولم يتقبل الله عز وجل منك لأنك لست من أهل التقوى. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم رد بكل أدب وبكل طيب نفس: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. إذا تجرأت ومددت يدك إلي تريد قتلي فإنني لن أعترض، اقتلني كما شئت لأنك ستكون من أهل النار، أما أنا فبإذن الله عز وجل ستتحمل ذنبي كله وتأخذ إثمي كله وسيغفر الله عز وجل لي يوم القيامة. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ازداد الحسد في قلب من؟ قابيل. ومرت الأيام وهو يرقب من؟ أخاه هابيل. وإذا بقابيل في يوم من الأيام يستغل الفرصة. أي فرصة؟ تأخر أخوه في رعيه للغنم، فإذا بآدم عليه السلام ينتظر ابنه وهو يرعى الغنم. ما جاء ابني؟ تأخر ابني. ما الذي أخره؟ ما الذي بطأه؟ فأرسل ابنه قابيل، قال: يا بني اذهب فانظر إلى أخيك لما تأخر. وقابيل قد امتلأ قلبه بالحسد، قد امتلأ قلبه بالحقد، قد امتلأ قلبه بالغيظ، وإذا بقابيل يبحث عن أخيه في كل مكان، يبحث عن أخيه في تلك الصحراء بين الجبال، يبحث عن
مواطئ رعيه حتى وجده من بعيد، اقترب إليه بهدوء، فإذا به يجد أخاه مستلق على الأرض نائم، وإذا به حانت فرصته الآن، التهديد بالقتل الآن سينفذ، كل ما كنت أتوعدك به يا أخي الآن سأطبقه. الآن بدأ الشيطان يجري في دمه، الشيطان يؤزه أزا، وإذا بأول جريمة الآن ستقع على وجه الأرض. وأي جريمة؟ إنها جريمة القتل، أعظم جريمة يرتكبها الإنسان في حق أخيه. وإذا بقابيل قيل أنه حمل صخرة كبيرة، أراد أن يقتل، ما عرف، ما قتل إنسان قبله، فحمل صخرة كبيرة ورباها على رأس أخيه، ففضخ رأسه، كسر رأسه وقتله في لحظة واحدة، وجلس يبكي، ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ كيف أدفن هذه الجثة؟ كيف أواريها؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، غراب حفر الأرض برجله ووضع شيئا في الأرض ودفنه ليريه الله عز وجل كيف يحفظ جثة أخيه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. صار كل من يقتل على وجه الأرض يتحمل جزءا من الإثم. من أول من بدأ بالقتل؟ إنه قابيل ابن آدم عليه السلام. قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر. عاش آدم عليه السلام مع ذريته وأولاده الذين تكاثروا في الأرض، يقال أنه عمر 1000 سنة، يعلمهم دين الله عز وجل، يذكرهم بربهم جل وعلا. الأرض كلها توحد الله جل وعلا، تكاثرت الذرية، هذا يتزوج من البطن الآخر، وهذا يتزوج من البطن الذي قبله، وهكذا تكاثرت ذرية آدم وانتشرت في الأرض وعم الخير فيها، حتى جاءت اللحظات وصى آدم عليه السلام لابنه شيث أن يبلغ الناس من بعده، وأن يذكر ذرية آدم بربهم جل وعلا، وأن يعلمهم دين الله جل وعلا. شيث تحمل هذه الوصية، ضعف آدم عليه السلام، دق عظمه ورق جلده، كبر سنه، مرض آدم، سقط على الفراش، بدأت لحظات النهاية، نهاية أول نبي في تاريخ البشرية، نهاية أبينا آدم عليه السلام. كلنا نرجع إليه، كل البشر إنه أبوهم، أول إنسان خلقه الله، خلقه بيده، كرمه وأسجد له الملائكة وأدخله الجنة وأنزله إلى الأرض. الآن جاءت لحظات النهاية، مرض آدم وسقط على الفراش، فالتف أبناؤه حوله فقالوا له يا أبانا ماذا تشتهي؟ قال أشتهي من الثمار، ائتوني بأي ثمرة آكلها. فخرج أبناؤه يبحثون له عن ثمار، يتجولون يأتونه بالثمار، فاستقبلتهم الملائكة، فقالت الملائكة أين تذهبون؟ قالوا نأتي بالثمار. قالت الملائكة لمن؟ قالوا لأبينا فقد اشتهى ثمرا يأكله. قالت الملائكة ارجعوا. قالوا ولما؟ قالت الملائكة قد قضى أبوكم، جاءت ساعته ونزلت منيته، كل نفس ذائقة الموت. كل إنسان مهما طال عمره ستأتيه لحظة ويموت فيها، أول نبي سيفارق هذه الدنيا، أبونا أبو البشر جاءت منيته. رجع الأبناء وجدوا آدم عليه السلام قد قضى وفاضت روحه إلى بارئها. أبناؤه ماذا يصنعون؟ ماذا يفعلون؟ لأول مرة يموت إنسان ميتة طبيعية. فعلمتهم الملائكة، غسلته وحنطته
وطيبته وكفنته، ثم حفرت الأرض، ثم لحدته، ثم دفنت آدم عليه السلام، فقالت الملائكة لبنيه: هذه سنتكم وهذه طريقتكم. هكذا طويت صفحة أول نبي على وجه الأرض، أول من خلق الله عز وجل من البشر. كانت قصته حافلة عظيمة. أرأيتم إلى أثر الذنب ماذا يصنع في الإنسان؟ أرأيتم إلى رحمة الله عز وجل بآدم؟ هكذا رحمته ببني آدم، فإنه يقبل التوبة لمن تاب. في الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نعرج على نبي لموقف له، ثم نتكلم عن أول رسول في الأرض. فالرسول الذي يأتي بدين جديد، والنبي الذي يقر شرع من قبله. هل بعد آدم عليه السلام حصل شيء في الأرض؟ هل وقع الشرك في الأرض؟ آدم مات والأرض كلها على التوحيد. كيف بدأ الناس يشركون بربهم عز وجل؟ أول ما وقع الشرك في الأرض كيف بدأ؟ وكيف كانت طريقته؟ هل نجحت الشياطين التي انتشرت في الأرض أن تصرف الناس عن عبادة الله عز وجل إلى عبادة غيره؟ هذا ما سوف نعلمه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. حتى نلقاكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص. بعث الله عز وجل فيهم نبيا اسمه إدريس عليه السلام: أحملك إلى السماء فتكلم ملك الموت. وأول من عبد من دون الله: يا نوح، إن الذي تدعون إليه ضلال مبين. لا زالوا يعاندون، لا زالوا يصرون، الأصابع في الآذان، الثياب على الوجوه، الفرار والاستكبار، بل كان يأمرهم بعبادة الأصنام. بعد أن كان يدعوهم إلى الله ترك الدعوة، باب التوبة أغلق، لن يؤمن أحد. أمر الله عز وجل لك يا نوح أن تصنع هذه السفينة. قصص نور قصص، حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطر. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد سيرة خير يا كل الخير، يا عز العز يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرة خير يا كل الخير، يا عز العز يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها.